انت اخليت مكانك امتى؟ من هدوا الباب من يومين شهرين وبطمونا قالنا بصوموا عشان اللي ما خدش شقق هنعرف اذا كان خد ولا ما خدش. بطمنا بقالنا شهرين قوم امبارح بدل ما يندوا علينا نزلوا باسامينا شهرين من ساعه الحريقه خدوا اسامينا جابوا عليها جوابات على الابيض وباعوا جوابات ب 5000 جنيه وانت قاعد فين دلوقتي؟ طيب قاعد في الشارع مكان ما بيسلموا الشقق في البلوك بلوك 29 اللي بيسلموه في الشقق نايمين في الجنينه فوق. طب مين اللي بيستلم الشقق؟ اللي بدفع فلوس اللي دفع 5 ودفع 7 اللي دفع 7 بيستلم ارضي اللي دفع 5 بيستلم تاني وتالت ورابع وخامس دول الخمسه. مين اللي بيقبض منكم طيب الفلوس دي؟ هو استاذ بلال واحد اسمه مش عارف واحد اسمه محروسه واحد اسمه محروسه دي من الحي محروسه دي من طول كل دول بيشتغلوا في الحي كل دول بيشتغلوا في الحي.